ربما المنابر الاعلاميه كتعتبره غياب، وفي الحقيقه انا ما كنعتبروش غياب، لان انا المهنه ديالي هي الفن والموسيقى والغناء. غير كان انا عندي واحد الانشون دو ترافاي ديالي، مثلا عندي محل في طنجه كنخدم فيه كنغني فيه كل نهار، يعني ما بقيتش يعني نمشي نبان مثلا في التلفزيون بكثره او لا 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 لا. ربما تلوموني على حاجه واحده، على الانتاج عندكم الحق، يعني انا مقصر من الناحيه هذه، ناحيه ديال الانتاج، لان القرنيه ديالي انا ولا بروموسيون ديالي ولفنا واحد الشكل فشي شكل، لي ميزون ديديسيون لي زيديتور لي بروديكتور كيجيو عندنا كيتصلوا بينا. دابا مساكن مع هادشي اللي واقع راك عارف، ديال الانترنيت وديال اليوتيوب، هادشي ديال قبل كانت لي في لسكروكري ديال لي زوفر ديال لي زارتيست. ودابا اش غادي نقول لك، دابا لي جون عاوتاني غاديين في هاد التيار هذا ديالهم، بالنسبه لهم عادي اول طريق ديالهم، يكسبوا جمهور، يكسبوا يعني ناس كيبغيوهم باش يعيطوا لهم في حفلات، في سهرات، في مهرجانات، هذا من حقهم. حنا عاوتاني الا قلتي وحنا سي ديباسي شي شويه هذا الشيء هذا، لان عاوتاني لو بروفيسيوناليزم كيولي في شي شكل. بدينا حتى حنا بهذه الطريقه هذه تعرفنا وخدمنا في مهرجانات كثيره وحفلات كثيره، ولكن الان باش مع البنادم كيكبر شي شويه، حتى هذا العامل حتى هو مهم. الانسان كيبغي يدير ان شون دو ترافاي ديالو كيخدم فيه، كي نفو با دير بانني انا راني انا تقول لي بعت هي نقول لي انا اعتزلت، انا مازال ما اعتزلتش الفن والموسيقى. كنشوفها انا عاديه، لان حتى حنا في لا بروموسيون ديال في الجيل في الوقت ديالنا كانوا الناس الكبار تيضحكوا علينا، تيقول لك هداوة الهبال هادو غير حماق، اش من غنى عندهم، اش من هذه عندهم. والظاهره الغيوانيه انت كتشوف شنو دارت في 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 وقتها، شنو دارت في المغاربه كامل، ماشي غير المغاربه، دارت في المغرب العالم العربي كامل. الغيوان غنوا في 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 اولمبيا، غنوا في زينيت، غنوا في هذا. يعني دائما الشوفه اللي كتكون جديده كتكون شي شويه ما الانسان ما كيستوعبهاش، ولكن انما الدراري اللي جن راه ما مشاولاش غير هكاك، راه ما مشاو ليها عن حب، مشاو ليها كيبغيو هادشي اللي كيديروه من حقهم، كما حنا مشينا بدينا بالظاهره الغوانيه والجلاليه وداكشي، فكانت هي عطات الثمار ديالها. فيسبوكيش بزاف ما كنبغيش، مثلا كاين الدراري كنشوف من غير الفن، من غير هذا، من غير الدراري الفنانه، شنو تيديروا بزاف في الفيسبوك ما كنستحسنوش. يعني ما كل مرة أنا كنفطر، أنا غادي مسافر، أنا مشيت للمكناس، أنا مشيت للدار البيضاء، أنا جيت، أنا كندير فلان اتصل، ميرسي فلان، ميرسي فلان، شكرا كذا، شنو فوا با بوكوا، ما نعرف، كتجيني بحال إلا قوة الإثارة بزاف. ما أنا كنخاف من الإثارة، أنا بالعكس، أنا وليت كنقول يا ربي ندوز ما يعرفني حتى شي واحد، عييت من ديك الشهرة بزاف وداك الشيء، بغيت نجلس بوحدي ونتقهوى بوحدي أنا في شي بلاصة، نمشي نجلس في أماكن عمومية، يعني ما يصدعني حد من حتى شي حاجة، وليت أنا كنتشهى هذه القضية. جاو في هذا الوقت ديال هذا الشيء ديال الفيسبوك وهذا الشيء ديال الانترنت، ربما البعض ما عرفش يتعامل معاه، هذا هو، لان دابا بنادم كيخصو يحسب الخطوات ديالو ويحسب الحركات ديالو، لان ربما الشهره، القيمه ديال الشهره ربما البعض ما 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 ما, ما عرفش بحقها او ما عرفش بالقيمه ديالها. ان الشهره راها ضريبه واعره، ضريبه كبيره، راه بنادم خصو يتحاسب ماشي غير على حركته، على لسانه، على فمه، على على الاماكن اللي تيمشي ليها. اي حركه كيديرها مع جيرانه، مع راه تكون جالس في الدار ولدك باقي صغير مراهي يصورك غير بالضحك وتصدق كاين شي حاجه. كنفكر غير وكان بحال قلتي كنميز، يعني فين غادي نطيح، واش فهمتيني؟ يعني كنشوف شنو اللون اللي غادي ينصف فيصل من بعد واحد خدا واحد اللون، واحد التمييز، هذه واحد 30 عام. فدابا غادي ندخل بواحد الشكل، خصني واحد الشكل بغيت نلقاه اللي يناسب لي، اللي يجي معايا في السن ديالي، اللي يجي معايا في انغامي، اللي يجي معايا في حركات ديالي، في كل شيء.